بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرسم الهندسي رسم 27، عايزين نتخيلها نفهمها كده ونرسم الرسم 3D بتاعها. هنا يا شباب في امسح الخط بس. هنا كده في ده elevation، فالelevation ده كده مستوى، ده في داش يعني في فراغ تحتيه، يبقى أكيد دي الفتحة اللي موجودة هنا. هنا في خط مايل، يبقى في مستوى على خط مايل، بدايته هنا ونهايته هنا، يبقى هو شكل حرف ال ده. كل ده بمنسوب مايل، يبقى دي لازم تيجي معايا بنفس الميل اللي موجود فوق. هنا في مستوى وهنا في مستوى، عشان كده الحتة دي كده متاخدة هنا بالمستوى دوت. كل ده هنبدأ نفهمه. ده السايد فيو، دول 3 مستويات، يبقى دول الخط الأول والتاني والتالت. تمام، شكل حرف ال ده اللي يبقى المنظر ده، يبقى المستوى ده واخد شكل حرف ال اللي هو ده يا شباب. تمام، طيب كده عايزين بقى نبدأ نتخيل. واخدين بالكم من الخط ده؟ الخط ده ده أوله وده آخره، يبقى الخط ده من هنا لهنا، المنطقة دي كده هي دي المستوى اللي فوق. يبقى احنا كده الدنيا اترسمت. طيب تعالوا كده نشوف ال 3D بتاعها. احنا خلاص كده فهمنا المنظر ده، اتعرفنا عليه، يبقى ده مستوى واحد لغاية ارتفاعه لغاية هنا. ده مستوى المايل، يبقى آخره لغاية هنا. ده مستوى أفقي، هو ده المنسوب بتاعه. ده شكل حرف ال اللي هو بتاع شكل المستوى المايل دوت. يعني الدنيا بقت واضحة جدا. ناخد بس كوبي كده من الرسمة دي عشان لو احتجت لها بعد شوية لما نيجي نعمل الإنتاج المسقط التالت بحتاج لها. هنا كده هبدأ أعمل لها الكتلة، مش محتاج الداش ده أنا دلوقتي. بعمل UCS، بقول له ده الاكس وبقول له ده الواي. بعمل دي كده باوندري ودي باوندري ودي باوندري كده، وبقول له يعمل لي اكسترود بقى للحتة دي كده. دي كده هتحل لغاية هنا. خلي بالكم ان ده اللي فيه الميل فلازم ابدأ بيه. ونفس الكلام ده كده لو عملت له بريس بول كده، ده كده هقول له تعالى لغاية هنا. بس هنا في مستطيل كده، هقول له اخرك هنا، يبقى ده الفراغ اللي انا خلقته ما بين الاثنين. الجزء المايل اللي موجود هنا ده اخره لغاية الحتة دي كده زي ما انتم شايفين، فاقول له بريس بول اللي هو المستوى ده اخره لغاية النقطة دي. كده الدنيا بقت واضحة. لو عملتها لها كده يونيون وخدت الرسمة دي كده على جنب، جبتها هنا كده وقلت له فيجوال ستايل رياليستيك كده عشان ابدا بس يعني ايه اتخيل الرسم. يعني زي ما انتم شايفين كده دلوقتي ان ده شكل الرسم. لو ادينا لها شوية الوان وقلنا له اللون ده مثلا، نجيب القوائم بتاعة الالوان، الكلر فيس، واختار الفيس دي والفيس ده، اقول له الاثنين دول تدوم لي لون احمر. كده الدنيا بتتضح معانا. هقول له لو سمحت اديني البلاندة والبلاندة الاثنين دول وده التالت. ايوه ده ادوني كده باللون الاخضر عشان ده البلاند. برضو كده الدنيا بتتضح كويس. هاخد المستوى المايل هديله لون ازرق عشان هيظهر معايا في بلان وهيظهر معايا في الاليفيشن، اسف في البلان وفي السايد فيو. و3 مستويات دولت، المستوى ده 3 مستويات دولت اللي هو المستوى ده والمستوى ده والمستوى ده، هيظهروا معايا في السايد فيو باللون الاصفر. الجزء الداخلي ده الرمادي ده انا هديله لون احمر دوت عشان يفهم ان هو تبع الاليفيشن. عشان كده بنعمل له داش لاين من ورا اللي هو الداش، لو انتوا فاكرين الخط الازرق ده. كده احنا يعني تخيلنا الرسمه فهمناها كويس. هبدا دلوقتي ناخد الرسمه دي ونبدا نستنتج منها ال3 مساقط، يعني ناخدها كده لوحديها ونروح نجيب منها ال3 مساقط، الاليفيشن وسايد فيو والبلان تاني، ونحط عليها الابعاد ونتوكل على الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.